1- هل قام جهاز مخابرات باختراق الطائرة المصرية؟ كلمنا امبارح عن الاحتمالات والسيناريوهات والنظريات اللي ممكن بها نفسر سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس في مياه البحر المتوسط، واتكلمنا امبارح ان احد الاحتمالات هو اسقاط الطائرة عن بعد، وقلنا هي نفس نظرية الطائرة بدون طيار، ان يمكن اختراق اجهزة الطائرة وانت بعيد، زي التحكم في طيارة بدون طيار وهي بتحارب في دولة اخرى بعيدة، يجري اختراق طائرة مدنية والتحكم فيها عن بعد. النهاردة في وسائل الإعلام تصريح للطيار أحمد محمد من الخطوط الجوية السعودية، وقال إن ده وارد جدا، وقال إن ممكن جهاز مخابرات يكون اخترق الطائرة المصرية، وإن الجهاز ده هو اللي قطع اتصال الطيارة بالرادار، وإن الجهاز ده هو اللي تعامل مع الطائرة فيما بعد. زي ما قلت لحضراتكم إن التقدم العلمي قد ما هو إدى الإنسانية دفعة للأمام، لكن في سهولة شديدة جدا في تدمير هذا التقدم العلمي. تقدم برامج الكمبيوتر وتقدم المستوى التقني للطائرات ولغيرها بيسهل اختراق أجهزة الملاحة واحتمال توجيه الطائرة عن بعد. بنرجحش هذا الاحتمال أو غيره، إن بنضعه في الاعتبار، وما لم يكن الآن في المستقبل باستمرار في خطر على حركة الملاحة الجوية بعد تقدم تقنيات اختراق الطائرات وتوجيهها عن بعد.